واحد ان جون يونيفرسيتير كي عنده موهبه ما يعرفش راسو واش كيعرف يغني ولا لا دونك كيقول بغيت شي واحد غير يسمع ليا ستود لايف كتعطيه لا بوسيبيليتي باش نسمعوا له اولا نعرفوا يعرف راسو واش كي يغني مزيان ولا لا ابري سا ملي كيكون ملي كنسمعوا له كنعطيو توجيهات صافي داك كنعطيو كنقول له فوالا يفو ميو تو بيرفيكسيوني لا ولا خدم الطبقات ولا خدم لا فورس فوكال المهم كنعطيو توجيهات واللي ممتازين كنشدهم عندي وكنجيبهم عندي للستوديو دونجسترومون كنخدمهم صافي داك جو لي بريبار باش يكونوا حتى هما اي سون بري خصهم غير نبينوهم دونك جو لي بريبار بو كي سوا بروفيسيونيل دونك كنسجلهم ان كوفر فيديو اي اوديو بروفيسيونيل كاليتي بروفيسيونيل دون ستوديو بروفيسيونيل دونك هما دخلوا ديجا بروميير باف بروفيسيونيل دونك هذوك لي فيديو كنشدوهم كنديرو اون كومبيتيسيون هاد العام اللي فات كانوا 780 تقدموا وخدينا منهم 26 من ان سول غانيو هاد العام من 2500 خدينا منهم 31 دوك 31 شديناهم دابا غادي يديروا كومبيتيسيون يدخلوا في لي فوت في 29 جانفي غيبقى ان موا ديال لي فوت باش يخرجوا لنا ان شاء الله 20 دونك هذوك ال 20 غادي نديرو بين دومي فينال في افريل سهره في الرباط غون سواري افيك لي ميوزيسيان هما بداو بعدا طلعوا لا سين دونك ديجا من والو ابخي لا دومي فينال غادي ندخلو ان شاء الله لا فينال ويوغا 2000 اللي غادي يكونوا بيان سور اون كولابوراسيون افيك وي كازابلانكا في الكونسير ديال لا فين ديال لا فيت دو لا ميوزيك وهنا غادي ان شاء الله غادي يطلع لنا افيك لي جوري كي كونستيتيو ديال المغنيين لي شونتور بروفيسيونيل مي زامي انا ما كندخلش لي جوري باسكو جو سوي leur coach qui les suit donc après c'est quoi le modèle ça va bien ils ont fait la cab Stud Life Stud Life il y a une compétition zone bzaf qui a des forces qui veulent bzaf les adolescents ou les enfants ou les jeunes pour ils s'affirment ou ils binent le mawahib ديالهم كان شرف لي نشارك بهذه المسابقه هذه ربحت من هذه المسابقه ربحت ان فواياج في مراكش ربحت تسجيل لثلاثه الاغاني في استوديو ديال مسيو نوري وربحت ايغالمون واحد اللقب اللي عندي دابا في الدار وفوالا دونك كان جو سويت بون كوراج لجميع المشاركين واميزي فو En fait, moi j'ai trouvé Stud Life un concept très innovateur, surtout pour les gens qui ont du talent dans la chanson mais qui ne savent pas comment faire connaître leur talent aux autres en fait. C'est ça. Et c'est ma première participation à Stud Life. En tout cas, j'ai trouvé le concept très bon concept. Ça, c'est pour ça que j'ai voulu participer cette année. Ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça m'a permis de dire l'ornée djali que je t'ai ou ornée t'ai ou tu as besoin de les sponsors les aounouni بعد الميادين في حال مثلا escape game c'était une expérience sympa. Voilà, تعلمت بزاف من مسيو نوري وصافي بليزير نكون تعرفت عليه حصريا على موقعنا هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.